السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في هذا الشهر الكريم المبارك، وفي آخر أيام هذا الشهر الكريم، وفي أولى ليالي شوال، في ليلة العيد، ليلة عيد الفطر المبارك. سألنا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل قراءة قرآننا، وأن يجعل كل هذه الأعمال الصالحة التي قمنا بها في هذا الشهر الكريم في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجمعنا الله سبحانه وتعالى دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض. الحمد لله رب العالمين. صمنا وقمنا لله سبحانه وتعالى وقرأنا القرآن، ومنا من وصل أرحامه وأدى زكاة فطره إلى آخر هذه الأعمال الصالحة. لكن يبقى بعض الناس هناك يعني علاقات شبه مقطوعة بينهم وبين بعض أرحامهم أو بينهم وبعض أقاربهم، وغدا العيد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل هؤلاء؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ يعني لابد أن يكونوا متخلقين بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصل من قطعه. من عظمة الحضارة الإسلامية أن الإسلام، أن الإنسان لا يهتم بنفسه فقط أو بأسرته الصغيرة فقط، مثلا بزوجته وأولاده أو بأبيه وأمه، ولكن هناك أقارب وأرحام، هناك أعمام، عمات، أبناء عمومة، أخوال، خالات، أبناء خؤولة إلى آخره. كل هؤلاء لابد أن يهتم بهم الإنسان، وكل إنسان لو اهتم بأقاربه وبأرحامه سيصبح المجتمع فيه نوع من التراحم ونوع من الايه، من التكافؤ. ده من عظمة الحضارة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق، لابد أن نعلم هذه الأمور جيدا، يعني عشان نعرف أن موضوع الرحم ده مش موضوع سهل، أو موضوع القرابة ليس موضوعا سهلا. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم، وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، فخاطبه الله سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يعني الذي يصل أرحامه يصل الله سبحانه وتعالى، الذي يقطع أرحامه يقطعه الله سبحانه وتعالى. وفي بداية سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني اتقوا الله في الأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وآتي ذا القربى حقه، القريب ده ليه حق، وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبالوالدين إحسانا، يعني في إحسان للوالدين وفي إحسان لذي القربى، يعني الله سبحانه وتعالى ذكرهم بعد الإحسان للوالدين وبعد عبادته وعدم الشرك به. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى الى اخر الايات. اضف الى هذا ان موضوع صله الارحام، يعني انت من خلال صلتك لارحامك انت تؤمن نفسك من ناحيه البركه في العمر والبركه في امور حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الذي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يبسط له في الرزق ويبارك له في حياته ويبارك له في عمره، من أحب أن يبسط له في رزق وينسأ له في أثره، يعني يبارك الله سبحانه وتعالى في حياته وفي عمره، فليصل لي رحمه. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري، وفي رواية أخرى: فليبر والديه وليصل رحمه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والمهلكات، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. صلة الرحم تزيد في الايه، في العمر. يعني تزيد في العمر، وكل واحد مثلا معروف ان اجله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعض العلماء يقول ان الزيادة في العمر معناه البركة في عمر الانسان، البركة في حياته. في انسان بيعيش حياته مريض، في انسان بيعيش حياته بخيل، في انسان بيعيش حياته في عيش ضنك، إنما الإنسان الذي يريد أن نصحه على أن يبارك له في حياته وفي عمره فعليه بصلاة الرحم. وفي الحديث المتفق عليه أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة واضحة، قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم.
لا يدخل الجنة قاطع أي رحم. إذا أنت تصلي وتصوم، تخيل مثلا أنك صمت رمضان وصمت يعني شوف 30 يوما مع طول الأيام، وقمت الليالي وقرأت القرآن وتصدقت وفعلت كذا وكذا، وهناك شيء يهدد مستقبلك في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وذكرنا أن صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفئ غضب للرب. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعمال العباد تعرض على الله سبحانه وتعالى كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم، لا يقبل عمل قاطع رحم. بإنسان مثلا كما قلنا صام، ومع ذلك ربما يعرض عباداته لعدم القبول بسبب أن هناك يعني بعض الخصومات بينه وبين أقاربه، من الممكن أنه يحاول أن يسيطر على الموقف ويصل إليه ويصل أرحامه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل عمل قاطع رحم. الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الإمام الترمذي في السنن، ورواه الإمام ابن ماجة أيضا، ورواه الإمام أبو داود أيضا في السنن بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. يعني في عقوبات بتترتب على المعاصي والذنوب في الدنيا قبل الآخرة، إن بعض الناس ربما يظن أن العقوبات على المعاصي تكون في الآخرة فقط، لا بالعكس، ده في عقوبات دنيوية وفي عقوبات أخروية. من ضمن العقوبات في الدنيا اللي هو حرمان البركة في الرزق ونزول البلاء إلى آخر الأمور بتترتب على المعاصي والذنوب. ومن الذنوب التي يعاقب الله سبحانه وتعالى أو يعجل الله سبحانه وتعالى عليها العقوبة في الدنيا إضافة للعقاب في الآخرة قطع الرحم والبغي، يعني الظلم، يعني لدي حقوق العباد. يعني قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وفي الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح، حديث قدسي، يقول الله سبحانه وتعالى أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي. يعني الرحم مشتقة من الرحمن، يعني كلها لها جذر لغة واحد، الرحم الرحمن الرحيم. عشان كده بيقول الله سبحانه وتعالى واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. البت يعني القطع، ومن قطعها بتته. يعني إذا أنت نزل في شديد، يعني حينما تكون العلاقة، ما أنت عارف بعض الخصومات بتقع بين بسبب بس أمور النساء، بسبب خلاف على ميراث، بسبب غيرة، بسبب حسد، بسبب كذا بسبب كذا. أنا ما الذي ينبغي علي أن أقوم به؟ الذي ينبغي علي أن أنا يعني أترفع عن هذه الأمور حتى لا تكون هناك قطيعة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى يقول إيه، من وصلها وصلت ومن قطعها بتته. وفي الحديث المتفق عليه أن الرجل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله وقال له يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ثم أدناك فأدناك، ثم أدناك أدناك، يعني بعد الأم والأب يأتي الأدنى فالأدنى فالأدنى، يعني في أعمام، في كما قلنا عمات، في أخوال، في خالات. هو أصلا في الحقيقة أن هي الخالة بمنزلة الأم، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الإنسان مثلا لأعمامه وعماته هو بر بأبيه وأمه، هو بر بأبيه، يعني من ناحية الأعمام والعمات بر بأبيه، وصلته لأخواله وخالاته هو نوع من أنواع البر بالأم. طيب فرضا أن عندي بعض الآن، يعني أنا رجل ميسور الحال، عندي أموال، وعندي مثلا زكاة مال، عندي زكاة فطر مثل هذه الأيام، عندي صدقة أريد أن أخرجها، أحق الناس بهذه الصدقات وبهذه الزكوات هم أقاربك الذين يستحقون ليه؟ الذين يستحقون الصدقة. يعني كثير من الأسئلة تأتيني في هذه الأونة، هل يجوز لي أن أتصدق على أحد من أقاربي؟ هل يجوز لي أن أعطي زكاة لفلان من أقاربي؟ وكذا إلى آخره. بالعكس، ده الرسول صلى الله عليه وسلم حث على هذا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن الإنسان حينما ينفق من الصدقة على أحد من أقاربه فله أجران، أجر القرابة وأجر للصدقة، له أجران، أجر القرابة وأجر للصدقة.
وقال صلى الله عليه وسلم في كما روى الإمام النسائي في السنن بسند صحيح أن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم إثنتان، صدقة وصلة، يعني هي صدقة وفي نفس الوقت صلة رحم، يعني أنت تأخذ الأجر مضاعف، تأخذ أجر على الصدقة وتأخذ أجر على صلة الرحم. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث المتفق عليه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عنده يعني حائط يعني بستان أو حديقة يريد أن يتصدق بها حتى ينال البر الذي أخبر الله سبحانه وتعالى، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى أن تجعلها في الأقربين، إني أرى أن تجعلها في في الأقربين، يعني شوف الأقارب والأرحام هؤلاء هم الذين يوزع عليهم المال، لأنه يعني ليس من المعقول أن يعطي الإنسان مثلا صدقات أو زكوات لأناس بعيدين عنه وأقاربه وأرحامه يحتاجون إليها، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أرى أن تجعلها في في الأقربين، فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه، قسم في أقاربه وبني عمه. طب أنا أعمل إيه لو أنا عندي مشكلة مع يعني أو أنا أصلهم وهم يقطعونني، أو أنا أحسن إليهم وهم يسيئون إلي، عليك أن تصلهم. لماذا؟ لأنك أنت الذي تحتاج إلى أن يصلك الله سبحانه وتعالى. الإنسان سبحان الله حينما يقطع رحمه الله سبحانه وتعالى يقطعه ولا يقبل عمله كما ورد في الأحاديث التي سبق وذكرتها، والآية واضحة في سورة محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، يعني أضف إلى هذه الأمور أنه الإنسان ملعون من الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين لعنهم الله فأصمام وأعمى إيه وأعمى أبصارهم. إذا أصلا في يعني لو كان بينك وبين أحد من الناس اللي هم من غير أقاربك وأرحامك مثلا يعني شحناء، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منك العمل ولا تتنزل عليك رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى إيه حتى يصطلح، يعني أمهلهما وأخرهما عن الرحمة. فما بالك إذا كانت الشحناء والضغينة بينك وبين أحد من أقارب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذا الميدان، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل يعني الواصل الحقيقي أو الذي نستطيع أن يقول عليه واصل أنه إذا قطعت رحمه وصلها. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولما جاء يعني أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني كما هو حال بعض الناس، يعني سبحان الله أنت تحسن وهم يسيئون، أنت تصل وهم يقطعون. أنت أحيانا الشيطان يأتي ويحرج بينك وبينهم يقول لك لا يعني هم أحسن مني، أنا الذي أصلهم وهم يقطعونني، ده أنا كذا وكذا، ده الشيطان، لا عليك أن تصل. قال صلى الله عليه وسلم لئن قلت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولن يزال معك ما الله ظهير عليه ما دمت على ذلك. أنت بتعمل اللي عليك، أنك تعامل فيهم الله سبحانه وتعالى، تعامل فيهم الله سبحانه وتعالى، وبعدين الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم على ليه على القطيعة. المهم أن تخرج أنت من دائرة القطيعة وتكون في دائرة الواصلين لأرحامهم حتى يبارك الله سبحانه وتعالى لك في حياتك وحتى لا يقطعك الله سبحانه وتعالى. والإنسان يترفع عن الحماقات ويترفع عن توافه الأمور التي تصدر من بعض الأقارب والتي تصدر من بعض ضعاف العقول وضعاف النفوس بين الحين والحين من ذوي قرابته وذوي رحمه، وهو يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يعني أنت لما تسمع هذا الحديث أن من يصل الرحم يصله الله سبحانه وتعالى وأن من يقطع الرحم يقطعه الله سبحانه وتعالى، فبالتالي بتتغلب على نوازع النفس وتتغلب على تحرشات الشياطين وتتغلب على النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي بتصل أرحامك حتى ولو كان فيهم أحد يسيء إليك. حتى في الصدقة كما ذكرت قبل ذلك أن الصدقة يعني على ذي الرحم سنتان، صدقة وصلة رحم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أفضل الصدقة
يعني أفضل الصدقة عند الله سبحانه وتعالى هي الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، ربما يعني في قلبه نوع من الضغينة والكراهية ومع ذلك أنت تتصدق عليه، أفضل الصدقة. لماذا؟ لأن حتى ربما هذا، ربما هذه الصدقات تزيل ما في نفسه من ضغينة ومن بغضاء ومن كراهية. أنت مأمور في جميع الأحوال ألا يكون في قلبك حقد لأحد، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. علينا أن نتذكر موضوع العفو والصفح لا سيما في هذه الأيام المباركة، ونتذكر موقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شوف سيدنا أبو بكر الصديق يعني أكبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ضعف في موقف، لما وأي واحد فينا كان ممكن هو يتعرض لهذا الموقف، لما مصطح بن أثاثة الذي ينفق على أبو بكر هو قريب لأبي بكر، ومع ذلك مصطح هذا يعني من أقارب أبو بكر الفقراء وأبو بكر ينفق عليه، ومع ذلك لما وقع المنافقون في عرض سيدة عائشة كان مصطح من الذين تكلموا في عرض سيدة عائشة في حديث الإفك، الذين جاءوا الإفك أصوات بنكم لا تحسبوا شر لكم بل هو إيه بل هو خير لكم. فأبو بكر هذه ابنته، والكلام في العرض يعني مش كلام سهل، ومع فأبو بكر يعني أقسم ألا ينفق عليه بعد ذلك، يعني أنا أنفق عليك بعد، يعني هو يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني هذا الموقف موقف صعب، كما قلنا أن هذا الرجل يتكلم في عرض ابنتك وهو قريبها وفي نفس الوقت أبو بكر ينفق عليه. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يعني ديت يعني إذا كان هو إنسان مثلا يعني ضعيف من الناحية النفسية وضعيف يعني عنده بعض التوافه، أو ضعيف حتى من الناحية العقلية، لا يستطيع أن يزن الأمور بميزان الشريعة الصحيح، ويعلم أن هذه الحماقات التي يرتكبها بتقطع علاقته بالله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت بتؤثر على قبول العمل. إنما أنت أبو بكر يعني أنت المفروض أنك أنت من أكبر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقول له يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعاتبه عتابا جميلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. طالما أنك تحب أن يغفر الله لك فلازم تغفر أنت لهؤلاء الذين يرتكبون بعض الحماقات في حقك. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأعياد الطيبة المباركة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.